من جديد يسعد صباحكم. إذن انطلاقا من شعارنا في رؤية منكم وإليكم وزي ما عودكم دائما برنامج دنيا الصحافة، اليوم راح ننتقل كاميراتنا إلى منطقة شارع الأردن وتحديدا إسكان المهندسين عين البيض رقم 6 وللوقوف على شكاوى إسكان الحي الذي لم تصله المياه منذ فترة طويلة. لننتقل للزميل أيمن الزامل المتواجد هناك حاليا. أيمن صباح الخير، وصباح الخير لكل سكان منطقة شارع الأردن أيضا. صباح النور علي، وبكل تأكيد صباح الخير أيضا للزميلة هديل ولكل متابعي برنامج دنيا الصحافة. نعم علي، نحن الآن في منطقة إسكان المهندسين مقابل مستشفى الملك علياء العسكري. تحديدا بالأمس وصلنا عدد من الشكاوى والملاحظات من عدد من أهالي هذه المنطقة حول يعني سوء الخدمات المقدمة لهم، ونرغب الآن بالاطلاع أكثر على واقع الخدمات المقدمة لهم. ومعي هنا عدد من الإخوة أهالي المنطقة. صباح الخير، تعرف عليك في البداية. صباح الخير، أنا المهندس معوض الشربان. أخي تحكي لنا شو المشاكل اللي بتعانوا منها هنا أنتوا تحديدا، ويعني لمين توجهتوا لإيصال صوتكم تحديدا حول المشاكل اللي بتعانوا منها؟ والله أخي الخدمات يعني بالأصل في هذا الحي اللي هو قائم من سنة 2005، والشريحة اللي بتسكنه شريحة خدمة البلد أغلبها من المهندسين. طبعا إحنا مشاكل المياه، تصريف الصحي، الكهرباء عانينا. لما احنا احضرناها خدمات الطرق احنا دفعنا ثمنها لأمانة عمان لما جبناها. طبعا كل السكان توجهوا وتقدموا بطلبات لشركة مياه هنا، ووصلت لوزير المياه لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي، وهي مضى على هذا الكلام 7 سنين والخدمات لم تصلنا والكل يتجاهلنا. عندك فكرة قديش عدد يعني العائلات أو الأسر الموجودة في هذه المنطقة في الإسكان، ولمين يعني لما توجهتوا أنتوا طلبتوا في المياه شو كان الرد؟ طبعا كانت هي كلها وعود، وكما عهدنا الحكومة بالفترة الأخيرة كلها وعود تتطاير في الهواء. وتوجهنا احنا لوزير المياه، عدد العائلات اللي هون 70 وفي تزايد، يعني اذا بتلاحظوا من خلال جولتكم في الموقع انه البناء قائم ومستمر. لا. ربما متوقع انه توصل ل 150 عائله خلال سنتين. لا. فاحنا ما وجدنا اي اجابه، رغم انه احنا ملتزمين بدفع الضرائب. أمانة عمان دفعتنا عوائد تنظيم ولا نستفيد من التنظيم. لا. ملتزمين بدفع المسقفات. يعني حاليا أنتوا في داخلين للتنظيم وبحاجة لمد شبكة مياه لهذه المنطقة تحديدا؟ نعم، إحنا داخلين بالتنظيم في مناطق كثيرة في الأردن وفي مناطق نائية، وخارج التنظيم ربما يكون بيت أو بيتين على رأس جبل تصل المياه، بينما إحنا في وسط عمان هون. لكن في الحقيقة أقولها يعني بكل ألم أنه إحنا ما في عنا حيتان، ما في عنا فاسدين، ما في عنا مسؤولين حكوميين. طيب. لهذا احنا ما بلزمنا مياه. نعم، خلينا معنا السيد عمر سلامي من وزارة المياه، بنحب نصبح عليه وناخذ رأيه حول موضوع المياه وضرورة مد شبكة مياه لإسكان المهندسين المقابل لمستشفى الملكة علياء. إلى الزملاء في الاستوديو. نعم أيمن، إذن معنا عبر الهاتف السيد عمر سلامة الناطق الرسمي باسم وزارة المياه. سيد عمر صباح الخير. صباح الورد ستي، الله يسعد الصباح. أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية. سيد عمر، مراسلنا متواجد بإسكان المهندسين في منطقة شارع الأردن ولا بتشكي من عدم وصول المياه إلى منازلهم. نعم. يعني إيش تعليقكم على الموضوع؟ والله يا أول شيء شكرا لرؤية يعني على هاي إتاحة الفرصة لأنه نتواصل مع الناس، والله يعطيكم العافية ويسعد صباحكم ويسعد صباح جميع المستمعين والمشاهدين. الحقيقة أنه بالنسبة للإسكانات هناك يعني تعليمات خاصة تضبط أو تنظم عملية إيصال المياه لهذه المناطق، وبالتالي هذه الإسكانات ومثلها إسكان اللي حكوا عنه الإخوان، نحن نقدر أنه المياه ضرورة وأساسية لكافة المواطنين في كافة مناطق المملكة. نعم. ولكن هناك تعليمات تحكمنا وتحكم عملنا بخصوص هذه الإسكانات. سلطة المياه تقوم بإيصال الخطوط الرئيسية إلى هذه الإسكانات، ومن واجب من ينفذ هذه الإسكانات أو باع القطع الأراضي بالتالي بالأساس على أساس أنها إسكانات، وأن يقوم بتمديد الشبكات الداخلية من مياه وصرف صحي، وبعد أن يتم تجهيزها وفق الشروط المعينة والمحددة يتقوم وزارة المياه والري بإيصال المياه وخدمات الصرف الصحي لهذه المناطق. وبالتالي هذه المشكلة طبعا سبق وأنه عانونا وراجعونا قبل سنوات الإخوان،
وحاولنا نجيب استثناءات. سيد عمر، امتى كانت اخر مراجعه على عده وزراء في الفتره السابقه؟ نعم سيد عمر، امتى كانت اخر مراجعه على سكان منطقه اسكان المهندسين لوزاره المياه والري؟ راجعونا الحقيقه صحيح قبل عده سنوات، وحاولنا احنا مثل ما قلت لك انه نجد حل لهذا الموضوع، ولكن اصطدمنا بالقوانين والانظمه والتعليمات التي تنص على انه كيف اليه ايصال المياه. اضطرت ان يقوم منفذ المشروع او صاحب من اشترى قطعه الارض وقسمها وضعها على اساس انها اسكانات هو المسؤول عن ايصال هذه الخدمات الداخليه، ونحن نقوم بتزويدها بالمياه والصرف الصحي من الشبكه الرئيسيه. وراجعوا الوزاره وحاولنا اكثر من مره، وتعرف الظروف الماليه ايضا تحكم عمل الوزاره في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي احنا بنمر فيها كمان في قطاع المياه، وبالتالي لا يوجد عندنا يعني راحه ماليه او ظروف جيده اللي نقدر نوصلهم ونقول بدنا نستثني التعليمات والقوانين والانظمه ونحل هذه المشكله. فبالتالي الموضوع ليس من اختصاص وزاره المياه والري او سلطه المياه، وانما هو من اختصاص بالاصل هو من اختصاص من قام بتوزيع هذه الأراضي وتقسيمها، ولا يجوز أن يلقى بالمسؤولية على وزارة المياه حتى تصل الخدمات، لأن هناك إسكانات كثيرة منتشرة في كافة أنحاء المملكة. والأجدر فينا أن نوصل للجميع حتى يكون في عدالة وفي منطق في توزيع الخدمة. نعم السيد عمر سلامي، يعني احنا بنشكرك على تعليقك على هذا الموضوع. احنا راح نرجع بدون الزميل ايمن الزامل لنسمع من المواطنين في منطقه اسكان المهندسين يعني اكثر شكاوى اكثر ان شاء الله. لكن ايمن، المهندس عمر سلامي يؤكد ان مسؤوليه وزاره المياه بما يتعلق بايصال المياه لاسكان المهندسين هي ليست مسؤوليه وزاره المياه، هي مسؤوليه من قام بانشاء هذا الاسكان بالاصل. اذا هناك عدم تنسيق ما بين الوزارات اعتقد. ايمن لك الكلمه. يعني كمعاملات نعم علي، يعني مهندس معوض، يعني السيد عمر سلامي تحدث حول نقطة هامة، وهو أن هذا الإسكان يجب العودة إلى من أعطاكم هذه القطاع، من طالب بإنشاء هذا الإسكان، وألا هي يعني بكل تأكيد نقابة المهندسين، وليس من اختصاص وزارة المياه مد أو تزويدكم بشبكة المياه حاليا. والله سيدي ردي بكل بساطة، مدام إحنا دخلنا التنظيم وإحنا جزء من عمان، فمسؤولية وزارة المياه وشركة مياهنا توصيل الخدمات، وإلا ما بنعرف منين نجيب مياه من السعودية مثلا. توجهتوا لنقابة المهندسين في هذا الخصوص، شو كان ردهم؟ النقابة يعني أكدت أنه هذا مسؤولية وزارة المياه وشركة مياهنا. هلا يعني في كل الأردن مين اللي بمد مياه لكل المناطق السكنية؟ هلا أي جمعية؟ في جمعيات كثيرة. نعم طب خلينا نتوقف. أيضا الوزارة في عندها موازنة، في عندها مخصصات لمد المياه لمختلف المناطق، يمكن هذه المنطقة كانت مش من ضمن يعني الموازنات الموجودة على اللائحة لمد شبكة المياه، ولكن أيضا هناك سوء تنسيق أيضا بين نقابة المهندسين مثلا وبين وزارة المياه بخصوص هذا الموضوع تحديدا. وأيضا هل لديكم القدرة أو يعني هل لديكم الاستطاعة بالدفع أو المشاركة في موضوع شبكة المياه؟ احنا بالنسبة للدفع احنا جاهزين ندفع سلفا شو بترتب علينا اشتراكات، وباسم الجميع بحكي اللي عنده طابق مستعد يدفع اشتراك ثلاث طوابق سلفا. هلا نقابة المهندسين مش مسؤولية أساسية، نقابة المهندسين كان دورها تعمل هذا الإسكان لخدمة المهندسين، أما باقي الخدمات فهي مسؤولية الجهات الخدمية، فاحنا بنحمل المسؤولية كاملة لوزارة المياه. والتنسيق يعني مش معقول تنسيق يقعد 7 سنين، احنا من 2005 هون في الاسكان، 7 سنين 8 سنين واحنا نراجع. راجعنا نقابة المهندسين واحالوا الموضوع الى وزارة المياه، وزير المياه تقدم له شكاوى وتقدم له طلبات، شركة مياه هنا كذلك. فيعني 7 سنين رقم غير طبيعي انه نحكي ما في تنسيق، او ما الا اذا وزاره المياه مش عارف شو دورها. وزاره المياه بتحكي يعني ردها انه مش من اختصاصها مد المياه حاليا لكم. تفضل مهندس سمير اذا ممكن يعني نسمع ملاحظه من عندك. السلام عليكم. هلا نقابه المهندسين قدمت الى وزاره المياه في هذا الموضوع. هلا المباحثات لحد حسب بين نقابه المهندسين وسلطه المياه حكت لا احنا المشاريع القديمه لنقابات المهندسين كان مطلوب منها شغلتين، هي الشوارع، الكهرباء،
المياه من اختصاص، ما دام دخلت التنظيم هي من اختصاص سلطة المياه. هذا الحكي من هاي تعليمات مد المياه، مد المياه المشاريع، حتى المشاريع الجديدة صارت في تعليمات عندهم انه ممنوع في المشاريع الجديدة لنقابة المهندسين انه يكون فيها جميع البنية التحتية. المشاريع الجديدة عملوا فيها مياه، كهرباء، مجاري، صرف صح، كل كامل الخدمات كاملة. الاسكانات القديمة يعني انتم لبيتوا الشروط المطلوبة منكم؟ نعم، لو طلب منا من البداية انه ندفع فرق في السعر عشان يوصلونا شبكة المياه دفعنا، ما كان مطلوب من هذا من الجميع، لانه كان الجهتين نقابة المهندسين والأمانة وسلطة المياه المشاريع المدام المشاريع القديمة ما عليها حكي. المشاريع اللي صارت بعد 2007 هذا الحكي صار في بينهم تنسيق، المشاريع القديمة فيش تنسيق نهائيا. خلينا نتوقف عند هذه النقطة، بنرجع للاستوديو. مثل ما تفضلوا الإخوان وذكروا موضوع أنه قبل 2007 لم يكن هناك تنسيق، ولكن بعد 2007 صار هناك تنسيق وهذا المشروع قائم بعد 2007. نعم أيمن. سيد عمر، يعني لو ياريت لو في هناك رد خلال دقيقة سريعة جدا لو سمحت. يا سيدي أنا برجع بأكد بس على أساس يكون الأمور واضحة. نعم. نحن يحكم عملنا النظام والقانون والإخوان. نعم. إذا عندهم مشكلة القضاء موجود، يعني هو يحدد من هي الجهة المسؤولة ما دام أنهم عندهم، وأنا نصحتهم قبل عدة سنوات بهذا الكلام. نعم. إجوا راجعونا في مكتب معالي الوزير وقلنا لهم حتى تأخذوا حقه أنتم في قضاء. إذا كان القضاء بيقول إنه المسؤولية مسؤولية الوزارة إحنا جاهزين، بس إحنا أي مسؤولية تجاه أي منطقة بتكون إحنا من مسؤوليتنا إحنا نقوم بإيطال المياه ونضعها على المشاريع ضمن خططنا، ولكن هذا للإسكانات نحن لا نستطيع إيصال المياه إلها، لأن هناك مناطق كثيرة في المملكة تقوم بتشركات بتنفيذ الإسكانات على أسس تجارية وتوزيعها على الناس، وبالتالي من الأصل أن يقوموا بتمديد الشبكات الداخلية. المشكلة ليست مع وزارة المياه والري، المشكلة مع جهات أخرى، وبالتالي لا يجوز أن تلقى المسؤولية على وزارة المياه والري. نحن إذا كان فعلا من مسؤوليتنا نحن نقوم بإيصال المياه، وهناك مناطق كثيرة في عمان وغيرها. نعم. أوصلنا المياه إليها فور إنشائها وتأسيسها، لأنه هذا من الواجبات الأساسية لوزارة المياه وسلطة المياه، ولكن أنا بأكد راح يظل الموضوع يماطل في مكانه إذا لم يتبعوا الطريقة الصحيحة والأسس الصحيحة. الموضوع ليس من اختصاص وزارة المياه والري. نعم. السيد عمر سلامي، وأنت مدير الإعلام والتوعية في وزارة المياه والري، شكرا جزيلا على هذا الرد وشكرا جزيلا على تعاونك معنا. أيضا الزميل أيمن الزامل، شكرا لك من الميدان، شكرا جزيلا لك.